الجديد تبع كورونا ورجعوا البسوا الكمامة في الأماكن. ليش؟ شوف، من أدق الأنظمة الصحية في العالم العربي لمتابعة الوضع الصحي في البلد نظام وزارة الصحة السعودية بدون تحيز، والمؤشرات في كورونا أثبتتها جهات خارجية محايدة يعني ما لها. هذه المؤشرات ترصد من قبل الوزارة. الوزارة لاحظوا أن حالات الإنفلونزا الموسمية انتشرت شوي بين الناس، زادت أوكي؟ والمشكلة ما يبينه وبس، المشكلة أنه الفئات الأكثر خطورة، أمراض مزمنة كبار سن، أصبحوا يصابون بالإنفلونزا، وهنا ما يصلح. والحل ببساطة، البس كمامتك في 3 أماكن. إذا أنت في مكان فيه تجمع زحمة، أو دخلت منشأة صحية، أو بجنبك واحد عنده عرق، عندك كحة، عنده حرارة، عنده زكمة، عنده أوكي، بس الكمامة. والنقطة الثانية المهمة جدا اللي دائما نقولها، خذ لقاح الإنفلونزا يا أخي لا تتأخر. هذا فيما يخص الإنفلونزا. طيب وكورونا؟ بالنسبة لكورونا كلنا متفقين ونعرف أنه كورونا كوفيد 19 أنه باقي موجود، ما في أحد قال لك أنه راح، باقي موجود. ودائما هذا الفيروس والفيروس بشكل عام يصير لها متحورات. الآن في متحور جديد اسمه XBB، وهذا XBB هذا وجد في بعض العينات، تلقوا بعض الناس عندهم المتحور الجديد، حنا ما نبغى. طبعا هو من ذرية، خلينا نقول ذرية أوميكرون، وحنا ما نبغى متحورات، حنا نبغى نقضي عليه، لأن كل ما جاء متحور لا، حنا نبغى نقص السلسلة. وش الحل يا سعود؟ ببساطة اللقاح، إن نأخذ اللقاح أوكي، اللي ما هم كمل جرعة يكملها ببساطة، لأن لقاحات بإذن الله تكافح هذه السلالات، بس هذا المطلوب. طبعا إذا أنت كمان في مكان زحمة نفس الإنفلونزا، إذا عندك واحد عنده أعراض، إذا أنه تبس الكمامة أو في منشأة صحية. إذا المطلوب منا أن نتقيد، كمامة، غسيل يدين مهم، لقاح خذ لقاحك، والأمور إن شاء الله بإذن الله إلى خير إذا التزمنا وتقيدنا. عسى الله يوفقنا وياكم.